الناس يحترموك. اهم حاجه باش الناس يحترموك هي انك تكون داير بواحد الناس اللي زوينين. يعني الا كنتي كتقلب على الاحترام ديال واحد الناس اللي اصلا هما ما كيعرفوش يحترموا واللي كيعرفوا غيسبوه هكا كتربوا، راك ما غاديش تلقاه. تقدر تامبوزي واحد لي ليميت وتخليهم داك الناس بعاد، وهذه المساله غنهضر عليها في لابروشين فيديو. ولكن اليوم بغينا نهضروا على الاحترام. اذا بغيتي تاخذ الاحترام ديال الناس، حنا الناس يكونوا كيحترموك كيحبوك، هذا الشيء اللي غنهضروا عليه اليوم. هذا لا فيديو لو بوت ديالها هو ان ديفلوبي دي كومبيتونس ديال ان ليدر، واحد القائد. ان ليدر تيكون عنده بزاف لي كومبيتونس، تري امبورطون في الحياه انه يكون عندك هاد لي كومبيتونس. لان كتكون ليدر في مدرسه فين كتقري، ولا تقدر تكون ان ليدر في اي حاجه. تقدر تكون ليدر في النادي ديال الباسكت، تقدر تكون ان ليدر تما، وعاوتاني واحد الشخص راه كيلعب معاك الباسكت سي ان ليدر في بلاصه واحده اخرى، لا سي دو سويت. دونك نبداو. كيف تنال احترام الناس؟ كيعجبني نهضر على هذا السوجي، لان تنشوف في الانترنت ديما الناس مقلقين. الا بغيتي تنال احترام الناس دخل فيهم طول وعرض، كون صعيب. الشخصيه القويه خصك تعلم تكون صعيب، لان الناس ما كيعقلوش عليك. وفي الحقيقه ملي تنشوف انا شي واحد هكا اللي معصب بزاف، كيجيني بحال غادي تقول كنقارن مع الحيوان. كنشوف واحد الحيوان اللي مؤلم اللي كلا العصا بزاف، كيترجي عنده بزاف ديال الجروح، ديكو غادي في زنقه مكنطط كونتراكتي، حاضر راسو عندك يعضني هذا، عندك يضربني هذا. حسن انسان كتقدر توقع له نفس الحاجه، كيمشي وديما حاضر راسو، ديما باغي يدابز، ديما على القرص، ديما دغيا انسان كيقول له شي حاجه كيتقرص كيدابز كيغوت كيقدر يضرب بيديه كاع. دونك انا بوغ مو هاد القضيه ما عندهاش علاقه كبيره بالاحترام، ولكن عندها علاقه بان الانسان تجرح، ولا كنتي تجرحتي مع ماشي مغفلين وماشي ناس مزيانين في الماضي، خاصك تخلي راسك تداوى من هذه المساله، خاصك تعالج راسك. كل اللي تجلس بينك وبين راسك تدعي سيدي ربي، تقدر دير دي سيونس ديبنوز، كي في نهايه المطاف سي لا ميم شوز، كتجلس بينك وبين راسك وكتدعي سيدي ربي يا ربي بغيت نرتاح، ما بغيتش نبقى مألم شي حاجه اللي وقعت في الماضي ديالي. على سبيل المثال في انتخيب ديال الديوبه، كتلقى واحد الديب اللي مخلوع وديما غادي واحد راسو وكيهرب، وكتلقى واحد الديب واحد اخر اللي تايق في راسو كيتحرك وهاز كتافو مزيان واجد باش انا يدابز، ولكن ما تيدابش، هو في القدره ديالو انه يقبض اي واحد تما ويعطيه قتله ضعسه، ولكن ما كيديرهاش. باغمي لي شوز اللي كيكونوا عند هذا القائد بزاف الحوايج، انا بالنسبه لي اهم حاجه هي الانتيليجونس ايموسيونيل. الانتيليجونس ايموسيونيل كتعني انه كيفهم الطرف الاخر وكيفهم حتى راسو، كيعرف يجيغي راسو، كيعرف يجيغي الناس الاخرين. الانتيليجونس ايموسيونيل باش ان الواحد يكتسبها خصو الخبره. شنو معناتها الخبره؟ خصو ياخذ هذا لو رول ديال القائد، خصو يجي ويعيش لو رول ديال القائد. تقدر تعيشو في اي حاجه، تقدر تكون انت هو لو ريبريزونطون ديال القسم ديالك، ولا لو ريبريزونطون ديال اون اسوسياسيون، ولا لو ريبريزونطون دو نيمبورت كوا. في ديك اللحظه كتعيش انت هو القائد، وكتعلم ديك الساعه انك تجيغي الناس، وانك تعرف كيفاش تهضر معاهم. وعلاش مهمه ايضا لوتو جيستيون؟ لان تقول لك ووك يور توك، خصك الديسكور ديالك الهضره اللي تتقول الناس تكون كتمشي بها. ما جاتش حدا انت كتقول خصنا نديروا الخير، انت الرئيس ديال واحد الجمعيه الخير، وانت كتضيع فلوسك في الفساد على سبيل المثال. اولا بحال هذه سي اون فري استوار، كان جات عندي واحد السيده كتشكى من راجلها كيفاش كيتعامل معها، سيتي اوريبل. وفي التالي قالت لي راه كيهضر في الراديو، كيقيل يهضر في الراديو على كيفاش زعما الواحد يصلح العلاقه الزوجيه والعلاقه ديالو مع الدراري ديالو، وهو مكرفس على الدراري ديالو مزيان هالكم. الوغ هذا دابا هنا هذا ماشي قائد، هذا ممثل ولا نصاب ولا شنو نسميوه. دونك القائد الحقيقي كيكون كيمشي بداك الكلام اللي كيقول. حاجه واحده اخرى اللي مهمه عند القائد هي لا كومباسيون، خصو يكون كيعرف يحس بالطرف الاخر، ويعرف يعطي للطرف الاخر داكشي اللي هو محتاج. وهنايا هذه انا بو مو هي القضيه اللي كتخلي القائد الحقيقي يكون فريمون قائد، هي انه كيكون متصل مع داك الجانب، داك الطفل الصغير اللي كاين في اي انسان، تيكون كيعرفو، كيعرف كيفاش يتحاور مع الانسان، كيعرف المشاكل اللي عنده، كيعرف القوه اللي عنده، القوى ديالو، وكيعرف كيفاش انه يدير له خاطرو، كيعرف عاوتاني يزيرو شويه باش تيدير له سوفيزامون دو بريسيون باش ان الاخر عاوتاني كيمشي معاه مزيان. دونك هادو من بين المسائل اللي القائد، ماشي القائد، القائد كي
اللي عنده في الحياه ديالو. حاجه واحده اخرى هي ان القائد ما خصوش يكون كيحصل في لي ديتاي. دابا كان كيجلس في الخدمه في اون اسوسياسيون وقع له سميتو نزاع مع شي واحد تما، ما خصوش يبقى حاصل في ذاك النزاع. خصو يكون ان فيزيونير. لو فيزيونير باش معروف بالرؤيه الشاسعه، خصك تكون كتشوف من الفوق بحال شي واحد تيلعب في السطرنج. ما حاصلش في وسط المشكل قال لي الدامه جات تاكلني، لا ما تيشوف من الفوق. خصنا نلقاو اون سوليسيون كي إلي ديتاشي دي بروبليم، تيبقاش كيحصل راسو بزاف في المشاكل. بيان سور ايضا ملي تنقولو فيزيونير شي بحال شي واحد اللي كي ماشي كيتنبأ بالمستقبل، كاين عنده رؤيه للمستقبل، كيفكر في المستقبل، كيشوف هاد الجمعيه اللي عنده مع الناس كيفاش تقدر تمشي بعيد. شي خصني نخلق شي حاجه، واحد الحل لواحد المشاكل كبيره اللي عند الناس. ملي غنلقى هاد الحل هادي جي اتر ريكومبونسي، غادي تكون واحد لا ريكومبونس، واحد الجائزه. علاش؟ لان بزاف الناس كان عندهم هذا المشكل وانا لقيت لهم الحل. دونك هذا هو القائد، كيجيب واحد الحل، لانه يعني فكر مزيان في واحد لي بروبليماتيك اللي كاينين عند الناس ولقى لهم دي سوليسيون. اخر حاجه هي ان القائد كيكون عنده واحد لو سونس دو ريسبونسابيليتي ويعول عليه، سيتادير الا قال شي حاجه راه كيديرها، ماشي قال لك انا نصوب شي حاجه وفي التالي ما صوبهاش في الوقت ولا ما صوبهاش افيك اون بون كاليتي. او كونترير كيكون القائد تيعطي ليكزامبل كما قلنا قبيله، ولكن ايضا عنده اون سونس دو ريسبونسابيليتي. وكثر من هادشي كامل كيكون داك الكوميتمنت، سيتادير ما كيستسلمش. الا قالوا واحد باغي نصوبوا واحد لو سونتر كبير وغادي ينجح وغنديروا وغنفعلوا، ماشي اول سميتو اوبستاكل جاهم غادي يقول صافي اون با ريوسي. لا، كاين شي واحد جاي يعرقل لكم المساله ديالكم صافي، با دير انك خصك تخليه. ان ليدر ما يخليش لو بروجي ديالو ضايع حيت وقع ان بوتي بروبليم، باسكو سا سوا فينونسيي ولا ليجيسلاتيف ولا شنو ما كان، دو تروفي ان تروفي ان سوليسيون. اي كاينين لي سوليسيون، ما كاينش شي مشكل ما عندوش الحل. الا ما سالتش هنا غتسال في بلاصه واحده اخرى، والا ما سالتش مع واحد الناس تسال مع ناس واحد اخرين، اي سي دو سويت. دونك لو ليدر خصو ديما تكون عنده داك لو سونس دو ديتاشمون، ويقد انه يوصل لا فيزيون اللي حطها في الاول. بارفوا سا دوموند دي ايموسيون بويسونت، لان خص الجهد الخدمه، مي فو سافوار كون سو ديتاشي، سي تري امبورطون بور لو ليدر. لا كومباسيون تاعي هضرنا عليها، اي فوالا بور موا لا ميور فاصون باش ان الناس يحترموك هي انك تكون ان ليدر.